مصر فيها كنوز، يعني فنانين مصر دول صدقوني كنوز ورموز. يعني لما تقعد تشوف كل فنان قدم ايه، وهتلاقي الوقت اللي مشي فيه الفنان تقدر تعرف تاريخ مصر كان فين. لما هتكلم دلوقتي عن الزعيم عادل امام، لو انت كده مشيت المشوار مع عادل امام، انت في خلال المشوار بتشوف الحقب والفترات الفنيه اللي مرت عليك يا مصر، بتشوف كم الأعمال اللي اتعملت، بتشوف كم النضوج اللي حصل، بتشوف مشوار عادل إمام، المشوار الصعب. عادل إمام مشواره ما كانش سهل أبدا، يعني بدأ الطريق وهو مثل وزعيم لأي موهبة، لأنه الطريق كان واحدة واحدة، والطريق كان مليان فن، كان مليان يعني فترات حلوة، فترات صعبة، نضوج، وطنية، يعني صرخات أمام أي حد بيحاول يغتصب هوية البلد، أعمال وطنية كتيرة تلفزيونية وسينمائية. يعني ده غير الكوميديا، عادل إمام مجرد ظهوره بس على الشاشة بتبقى أنت في حالة انبساط. عادل إمام بالنسبة للدولنا العربية سفير، سفير حقيقي، سفير. لازم لما تشوف عادل إمام تعرف إنك هتتكلم عن مصر. لما تكون في أي دولة عربية يقولوا لك إيه وأخبار عادل إمام إيه، سلم لنا على عادل إمام. فإحنا النهاردة بنطمن على الزعيم والفنان والرمز الكبير بتاعنا عادل إمام. شائعات بايخة وسخيفة بتطلع في مواقع كتير، وياما بالنادي على هذه المواقع ان لازم بجد تتوقف، لان هي ما عندهاش غير انها تاخد رموز كبيره جدا في مصر وبس، شائعات علشان المواقع دي تشتهر وتعمل مشاهدات. فللاسف هي يعني بتعمل بلبله وبتعمل ضيق كبير جدا. خلينا نطمن على فناننا الكبير عادل امام من المنتج والفنان عصام امام. مساء الخير يا فندم. ازيك يا استاذ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طمنا بقى على فناننا والزعيم الكبير عادل امام. والله الحمد لله، يعني في حاله صحيه جيده وبيعيش ايام كويسه مع اسرته ومع احفاده. ويعني انا بس يعني مش عارف، يعني انا ليه الموضوع زياده عن اللزوم كده كل شويه؟ صحيح يا استاذه شتي، ما بنقعدش الوقت يمكن 3 أسابيع او شهر لما يحصل حدوته. دي حقيقه. والحقوا يا جماعه، ده في المستشفى، ده في حاله صعبه. يعني عادل امام يا استاذه شتي لو دخل المستشفى مش مصر بس اللي هتعرف، العالم كله هيعرف. ده اكيد. واحنا ليه هنخبي؟ يعني الحمد لله ربنا مديله الصحه طبعا، ومديله حاجات كتير، واهمها حب الناس، ربنا مديله حب الناس. يعني انا مش عارف ليه، والحقيقه يعني شيء غير طبيعي، غير طبيعي. انا معاك، وشيء سخيف الحقيقه، والاسخف كمان انه تلاقي ناس كتير بقى بتشير او بتعلق يعني وكانه خبر حقيقي. الناس لا تتحرى الدقه ابدا ولا بتشوف اذا كان الخبر ده حقيقي، وعلشان كده احنا بنبقى حريصين هنا جدا في التاسعه ان احنا على طول نوقف هذه الشائعات السخيفه. طيب خلينا بعيد عن يعني انا هقول لحضرتك على حاجه. جالي تليفون من فتره بسيطه كده، قالوا لي هو بيت الفنان عادل امام بيتحرق. قلت لهم ليه يا جماعه كده، بيتحرق ليه؟ فلما سالته بتاع، كان في حريقه في متجر خشب قبل بيت عادل ب 10 كيلو. ايوه، يعني حضرتك لو قريتي مثلا في حريقه، خلاص حريقه، خلاص حريقه بتحصل في اي حته، تمام. انما لما تعرفي انها بجوار منزل عادل امام او بجوار البيت بتاع عادل امام، لازم هتخشي وتشوفي وتبحثي وكده. فاتضح ان حاجه اسمها ترند، والترند يعني فلوس. طب يا جماعه ليه؟ ما هو الترند بقت على حساب اي حاجه، يعني على حساب اي حاجه عظيمه، واحنا مش حاسين ان احنا كده بنكسر في نفسنا. يعني عادل امام يعني رمز مصري كبير جدا، فاحنا كاننا بنكسر. طيب بعيد عن الشائعات، طمني اولا على حاله الفنان الجميله. هل هو بيبص على السوشيال ميديا ولا انتم يعني بتبعدوا عنه؟ والله ده والله هو يعني تابع مره مرتين كده، وبعدين بعد كده خلاص، يعني لغايه لما اخر مره احفاده دخلوا عليه وطبطبوا وعيطوا عليه، قال لهم يا حبايبي انا اهو كويس وتمام التمام وكده. يعني ده كان يعني اثر فيه شويه، وقال لك خلاص بقى ما بيوجعش دماغنا خلاص. صحيح. يعني والشائعات لا تنطفئ. طيب خلاص ماشي. أيوة. فحتى بالنسبه لنا يعني انا رديت النهارده عشان عرفت ان انا هتكلم مع حضرتك. يعني ايوه، فقلت يعني طيب هروح، انما خلاص انا رديت وقلت اللي عندي. طب يا جماعه
والله العظيم كويس. صحيح، وانت حضرتك دلوقتي بترد في منبر يعني اساسي التلفزيون المصري، فهو خبر مؤكد من عائله الفنان عادل امام. اولا طمني على يومه الجميل، طمني على عاداته، يعني هو دلوقتي بيلعب بقى مع احفاده، بيعمل ايه الصيف، اخباره ايه بالنسبه له؟ خلينا في الحاجات الحلوه. بيلعب مع احفاده وبيستخبى منهم ويخضهم ويعني مبسوط، يعني هو يعني في حياه طبيعيه، حياه اسريه أكيد. طبيعيه جميله اكيد. وبعدين احنا عندنا مشروع ان شاء الله يكون مشروع جميل، عندنا حاجه اسمها الواد وابوه. سطر عاجبني كده، الواد وابوه. الواد وابوه، ابوه بقى عادل امام، والواد مين؟ والواد محمد امام. فمحمد امام وعادل امام، الواد وابوه. ده الاسم حلو. واخراج رامي وانتاج. ده مسلسل؟ لا ده فيلم. فيلم عائلي جدا. فيلم عائلي، الواد وابوه، يعني يعني خلينا نقول ده حصريا دلوقتي على التاسعه، وانفراد للتاسعه، يعني قلته قبل كده حضرتك الواد وابوه؟ انا قلته الحقيقه، بس انا بكرره تاني. تمام. علشان برضه حضرتك يوصلك الموضوع، الموضوع اسري كده جميل لذيذه، هيبقى الاب ازاي والابن ازاي، ويبقى لغه الحوار اللانجوج اللي موجوده في الاسره دي، صراع الاجيال بقى مثلا يعني. بالظبط كده، وموضوع حلو يعني، يعني انا شامم ريحه حلوه كده في الموضوع يعني. اكيد. هيتصور امتى ده استاذ عصام؟ ان شاء الله، بس محمد بيخلص فيلمه الجديد اللي هو بتاع العيد اللي قادم ده، وهنبدا بقى نقعد انت عارفه، هو احنا عندنا سطر يعني، السطر ده مهم يعني. ايوه. يعني مثلا انا لما عملت الارهاب والكباب كان بيقول ان في واحد راح يحاول ولاده من مدرسه بعيده لمدرسه جنب البيت. صحيح. قالوا له روح مجمع التحرير، راح مجمع التحرير ما خرجش من مجمع التحرير. ده السطر اللي انا عملت منه الارهاب والكباب، فاحنا عندنا سطر دلوقتي اسمه الواد وابوه. صحيح، الواد وابوه، وخلينا احنا برضو يعني ايه يعني جمهور الواد وابوه، نبقى نيجي بالكاميرا كده ونقعد مع الواد وابوه، نبقى احنا الجمهور يعني. ان شاء الله نتابع دايما ودايما نطمن على الزعيم عادل امام، وان شاء الله يبقى في دايما بس الاخبار الفنيه هي اللي بنسمعها واللي بنطمن عليه، ودايما ربنا يديله الصحه وطوله العمر ويمتع الجمهور. انا بشكرك شكرا جزيلا باسم عائلة عادل إمام، المنتج عصام إمام يكذب هذه الشائعات السخيفة. هتفضل الشائعات دايما موجودة. طيب في حد يقول انتوا عارفين الشائعات دي حلها ايه؟ مش هقول التجاهل، لانه بقى كلام فارغ، لانه بقى في ناس قاعدة كده على السوشيال ميديا وكأنه حقيقي إدمان وإدمان، والناس لا تتحرى يعني، حتى ما بيشوفوش العنوان، ما بيشوفش. أنت لازم تتأكد من المنبر اللي كاتب الإشاعة والموقع اللي كاتب الإشاعة، لأن في مواقع فاضية يعني، حتى الصوت اللي بيتكلم في المواقع الصوت بتلاقيه وكأنه حد أي كلام يعني، ما فيش أي حاجة، أي حد بيقول أي حاجة. فما تضيعش وقتك في الحاجات دي، لأن هي في النهاية بتطلع كاذبة، وإنت بتأكد على وجودها وبتديها فكرة الترند وبتعلي المشاهدات بتاعتها بمجرد بس ان هو يحط خبر مهم عشان حضرتك تدخل، ويبقى هو على المشاهدة على حساب كل حاجة حلوة في حياتنا.